هذه الجلسة هتتناول بالإيمننت سبيكرز اللي فيها عندنا ثلاثة من الإيمننت سبيكرز، تتناول في الجزء الأول منها محاضرتين مهمين جدا في الهيباتولوجي والديابيتس، والمحاضرة الثالثة هتبقى على جزء بنغفله كثير جدا وهو السيكولوجي. وقلنا دايما ان البيشنت سنترد ابروتش يعني ان انا اتعامل مع البيشنت اكتر مما اتعامل مع الديزيز.